زميلي تامر صقر. الان معنا الاستاذ امير مرتضى منصور المشرف على الكره نادي الزمالك. استاذ امير طبعا برحب بيك وطبعا مبروك طبعا على فوز مهم جدا في مباراه غريبه جدا، ولكن تحيه طبعا لفريق الجونه عمل المباراه هاي النهارده قدام فريق الزمالك. طبعا بحييك على كل الشغل اللي بتعمله، دينامو يعني بتشرف على الفريق، بتبحث عن مدير فني، بتتعاقد، يعني امور كتيره جدا في وقت واحد. الاول هارد لك للجونه، عملوا ماتش كبير وهم فرقه بيشتغلوا بشكل منظم، واتمنى لهم الفتره الجايه التوفيق، وببارك طبعا للفرقه، عملوا المطلوب منهم في الفتره دي. هي فتره صعبه وفتره مش منظمه، فان هم زي ما انا قلت قبل كده في فترات بتبقى اللعيبه هي اللي بتتصدر المشهد. هم كانوا قد المسؤوليه الفتره اللي فاتت. بشكر طبعا كابتن طارق يحيى وكابتن ايمن عبد العزيز، كل الناس اللي اشتغلت الفتره اللي فاتت على المجهود اللي هم عملوه بدون اي يعني اطماح عندهم. الناس عارفه ان هي تشتغل النهارده وماشيه كمان كام يوم، بيشتغلوا كانهم لاخر لحظه بيشتغلوا، فبشكرهم طبعا واحد واحد، وبشكرك على الكلام اللي انت بتقول عليه. يعني عايزين طبعا النهارده شفنا مستر باتشيكو موجود وحضر المباراه واتفرج على المباراه. طبعا مهمه هتبقى صعبه فتره قليله عادي تنازلي. تفاصيل التعاقد، هل الراجل وقع ولا لسه، وايه اللي هيتم الفتره الجايه، وليه ما فيش مؤتمر صحفي للاعلان عن توقيعه؟ لا هو لسه ما تحددش في مؤتمر صحفي ولا لا. هو الفكره ان الراجل وصل امبارح متاخر، وصل يعني على ما خرج من المطار كانت الساعه 12 بالليل، ف يعني راح على الاوتيل على طول، وانا كنت قاعد معاه شويه وبعد كده سبته. والنهارده كان في الماتش، فما كانش في اي يعني ما فيش اي رفاهيه في الوقت ان احنا يحصل تقديم او يحصل حاجه. ما كناش عايزين نشوش على الفرقه ولا على الجهاز اللي شغال. والفكره في ضغط المباريات اللي موجود ان في الاخر يعني اللي هو الاداره هي هتعلن بقى، تشوف انسب حاجه يتعمل له مؤتمر او يطلع يشتغل على طول، وبعد ما طبعا هيقابل المستشار مرتضى ومجلس اداره ويتكلموا معاه في يعني اول مره هيتقابلوا. فانسب حاجه هتتعمل، يعني انسب حاجه للفتره اللي احنا فيها والضغط المباريات اللي موجود ده هتتعلم بكره ان شاء الله. يعني وصل معاه اتنين مساعدين ومفروض مدرب حراس مرمى، عايزين نعرف هيصل امتى، وهل في حد من الجهاز هيكمل معاه ولا لا؟ برضو يعني عشان يبقى الكلام واضح، لان انا لو قلت دلوقتي اي حاجه مش هيبقى في اي لازمه لل لا يعني مش هيبقى في اي يعني مش عايزين نحرق شغل ناس تانية. في الاخر هو في اتفاق، والاتفاق اللي احنا متفقين معاه هو هيتعلن عن طريق يعني مستشار مرتضى. لما هيقابل الراجل هيعلن خلاص التشكيل النهائي للجهاز ومين موجود ومين مش موجود وكده وخلاص. والناس نفسها يعني خلاص 24 ساعه وخلاص، لان خلاص ما فيش وقت. يعني اهم الاسئله اللي قالها لك بصفتك طبعا مشرف على الكوره، اول لقاء جمعك بينكم؟ اسئله لا يعني ما فيش اسئله معينه. هو الراجل انا بسلمه كل المعلومات اللي معانا، سواء معلومات فنيه، دي حاجات كلها ليها علاقه باحصائيات وارقام هو كان بيشتغل بيها قبل كده. سلمناه الحاجات دي كلها، طلب فيديوهات وطلب حاجات معينة، هو في حاجات شغال عليها وفي حاجات احنا شغالين عليها اديناها له. الإصابات والحاجات دي طبعا هيبقى في اجتماع بعد كده مع كل حد في الجهاز لوحده، هيجتمع مع الدكتور الفريق هيقول له بالظبط تشخيص كل إصابة، غير هيجتمع مع يعني اللعيبة وهيتكلم مع اللعيبة، ويعني هيبقى في بقى خلاص هو استلم، يعني هيبقى شبه استلم بكرة خلاص. يعني مش هو هيعرفهم بقى سياسته ايه الفتره اللي جايه وايه الاهداف بتاعته، هيشتغل على الحاجات اللي هو شايفها ناقص، حاجات بقى فنيه ده شغله هيشتغل عليها. لكن هو عنده حماس كبير جدا للفرقه وشايف ان الفرقه يعني حظوظها كبيره في دوري الابطال. لكن هو كان اعتراضه برضو الوحيد او تحفظه الوحيد جدول الدوري، وخصوصا كمان ان في الاجنده الدوليه الفيفا بريك اللي هي المفروض بتبقى من يوم 7 ليوم 15. هو استغرب جدا ان في ماتشين متحددين، ماتش حرس حدود وماتش دجلة، اعتقد الماتشين دول موجودين في الاجنده الدوليه، فبالنسبه له يعني حاجه غريبه جدا ازاي في ماتشات في الدوري هتتلعب وفي لعيبه المفروض دوليه مش هتبقى موجوده. احنا لسه طبعا ما جالناش استدعاء من المنتخب المصري ايه
ايه اللعيبه اللي هم طالبينها، لكن المنتخب التونسي والمنتخب المغربي بعتوا استدعاء فرجاني ساسي واشرف بن شرقي في، فطبعا ده هيبقى ضغط على اللعيبه ان هم في الاخر حتى لو راحوا شاركوا مع المنتخبات بتاعتهم او راحوا الفتره دي هيبقى في قبليها ماتشات مضغوطه وبعديها ماتشات مضغوطه، فما عندناش الرفاهيه دي. فانا هعرض الموضوع ده على مجلس اداره وهيبقى في تواصل يعني مع اتحاد الكره، نشوف المشكله دي هيحلوها ازاي، لان هم في الاخر هم اللي رجعوا المسابقه، فاحنا عايزين بس نمشي على المعايير بقى الدوليه. في حاجه اسمها فيفا بريك، دي معروفه في العالم كله، هنلعب ازاي في الفتره دي من غير لعيبه مهمه ومؤثره عندنا. فهو دي كانت الملحوظات بتاعته اللي كانت شايفها حاجات غريبه. كلام كتير وعايز بصراحه، اري بابل توقيع مع اري بابل بعد كده فسخ التعاقد مع اري بابل، حقيقه الموضوع وتفاصيله اصلا ايه منك نوضحها قدام الساده المشاهدين، وايضا موضوع حمزه المسلوسي. طيب هو رقم واحد، هو النادي هو اللي ليه الحق الاصيل والوحيد ان هو يعلن عن توقيت اي صفقه او عن نجاحها او عن فشلها او عن تعثرها في الاخر. ده بناء على ايه؟ بناء على مصلحه الفرقه. انا ما ينفعش زي ما انا دايما بقول، ما ينفعش في وسط الموسم اعلن انا جبت مين السنه الجايه او مين هيمشي السنه الجايه. مصلحه الفريق بالنسبه لي اهم من لعيب جاي. كان في اكيد مفاوضات معاه ومع ناس تانية غيره، لان احنا دايما بنحضر للسنه اللي بعدها، لكن هو مش لعيب في نادي الزمالك، هو ما جاش لسه مصر، هو ما اكتس الفحص الطبي، هو ما فيش عقد بينه وبين نادي الزمالك لسه علشان في الاخر يطلع يقول انا ليا فلوس او ماليش فلوس. نادي الزمالك بيحترم التعاقدات بتاعته، ولما يبقى في تعاقد رسمي هنعلنه بعد كده نبتدي نفعله، لكن مش منطقي ان لعيب يطلع في التلفزيون يقول انا بقالي 3 شهور ما بقبضش مرتبي، ومروش مرتب ومروش عقد اصلا مع نادي الزمالك. والحاجات دي ليها علاقه بحاجات احنا طلبناها منه، زي حاجات ليها علاقه بان هو، انا بتكلم على ده او غيره على فكره، يعني هو لعيب المفروض ان هو لعيب فري، فاحنا عمرنا ما نتفاوض مع لعيب فري غير لما يبقى عندنا موافقه من النادي بتاعه ان احنا بنتفاوض معاه. احنا طلبنا منه الحاجات دي هو ما جابهاش، ففي الاخر هو لعيب ممكن يبقى كويس لكن الشخصيه بتفرق، الشخصيه بتفرق والمواقف دي بتفرق. فان حد يبقى بيحاول يحل مشكله بالطريقه دي عن طريق الاعلام وفاكر ان هيبقى في ضغط على النادي، النادي في الاخر عارف مصلحته وعارف مصلحه الفرقه بتاعته ايه. النادي صرف نظر عنه حتى لو في رغبه منه، برضه هنعلم في الوقت المناسب في الاخر هو او غيره. بس في الاخر نادي الزمالك ما بي يعني الطريقه دي ما بتجيش معاه خالص، ان هو يطلع حد يطلع ويحاول يفرض او يسرع حاجه او يبطئ حاجه، نادي الزمالك هو اللي بيتحكم في حمزه المسلوسي المدير السابق اعلن في مؤتمر على برنامج، فمعنى كده ان هو متواجد وشفناه هنا. يعني انت شايفه شفته في نادي الزمالك؟ في صور نزلت ان هو موجود جو في القاهره، والمدير الفني السابق اتكلم عنه هو موجود. أيوة. فالتوضيح منك انت، انت شفته في نادي الزمالك؟ شفته. انا مش شفتوش، بس الصور موجود في القاهره والمدير الفني صرح. القاهره دي فيها 20 مليون واحد عايش، ما لهاش علاقه يعني في حمزه المسلوسي ولا ما فيش، بس الجمهور عايز يطمن وعايز يعرف. لا لا لا، ما فيش حاجه اسمها نطمن على السنه الجايه، واحنا السنه دي عندنا حاجه اهم. لا طموحنا ناخد بطوله، مش يفرح ببطوله ويفرح باللعيبه اللي موجوده دلوقتي معاه، وفي اخر الموسم نشوف ايه احتياجاتنا ونعمله. ما فيش حاجه اسمها ان انا هفرح الجمهور دلوقتي ان انا اقول لهم عايز اطمن. طيب بلاش اسامي، في صفقات كويسه هيطمنوا في الوقت المناسب، برضه هيطمنوا في الوقت المناسب. احنا كل تركيزنا دلوقتي مع الجهاز الفني اللي موجود ومع اللعيبه اللي موجوده، في وقت بنعلن فيه مين جاي ومين ماشي، هو ده الوقت الامثل ان احنا نعلن فيه. اخيرا اشرف بن شرقي، هل في عقوبه عليه بسبب النهارده غضبه ولا هيبقى في كلام بينك وبينه؟ في لائحه موجوده، انا كنت موجود في كنت موجود في المدرج، وفي تقرير من كابتن طارق يحيى هيعملوه لان هو اخر ماتش ليه، هيديني تقرير هفهم اللي حصل ده حصل ليه في الاخر، لو هو اخطا في لائحه تطبق عليه. شكرا ليك. عفوا. اذا زميلتي تامر صقر، طبعا بنشكر الاستاذ امير مرتضى منصور على هذا اللقاء، وبعد هذا